أنا سعيد جدا بتواجدي في مدينة مراكش التي هي مسقط رأسي أولا، وقضيت فيها فترات لا يستهان بها من عمري، وسعيد أكثر لأن الجامعة العتيدة جامعة القاضي عياد التي يديرها ويرأسها الدكتور حسن حبيض هي التي تقوم بمبادرة استضافتي في رحاب كلية الحقوق من أجل تقديم قراءات لعدد من المفكرين والأدباء لكتابي الذي أصدرته مؤخرا حول تجربتي ومساري في مهنة المحاماة وفي الحركة الحقوقية وفي القضاء الدستوري كذلك، متمنيا أن تكون هذه المناسبة فرصة لاستفادة كل الطلبة من ما سيتفضل به الأساتذة الباحثون حول هذا الكتاب من تقديم ومن قراءة، مما في ذلك القراءة النقدية بطبيعة الحال. شكرا لكم. اليوم نحن جد سعداء لاستضافة أحد رموز الحقوق الإنسان في المغرب، أحد رموز الحركة الوطنية، أحد رموز المحاماة في المغرب، في شخص الأستاذ النقيب محمد الصديقي الذي سيقوم ثلة من الكتاب والأدباء والباحثون بمناقشة وتقديم كتابه أوراق من دفاتر حقوقي، ونعتبرها كذلك مناسبة لتكريم رمزي ربما لا يرقى إلى هامة وقامة المحتفى به، ولكن هي التفاتة من جامعة القاضي عياد في هذا الباب، وسيكون هذا كذلك في إطار الندوات التي تقوم بها الجامعة في إطار كل ما له علاقة بالثقافة وبالانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي، وبجعل الطلبة متمكنين من مجموعة من المعارف ومن الثقافات ومن الأمور التي هي في الواقع ضرورية لتمكينهم وتكوينهم تكوينا سليما يسهل سلاسة اندماجهم في سوق الشغل وسلاسة اندماجهم في البحث العلمي، تناول البحث العلمي بطريقة رصينة وهامة بما يعود بالنفع على بلدنا في إطار بناء مغرب الغد، بناء مغرب النموذج التنموي الذي يرعاه صاحب الجلالة حياه الله ونصره. شكرا.